قصح من الفيديو كليف منطقة أوكيم دن استغلينا أنا في هذه الوقيتة كيكون طيح تلج في هذيك المنطقة السياحية وكنا نعرفوا بها والأغنية هي من كلمات سعيد الروماني والتوزيع ديال عادل الخليفي ويوسف زبيد الإخراج ديال الفيديو كليب ديال هشام بوخاري. اختاريت الفن الشعبي لأنني شي حاجة تولعت بها من صغر يعني ديجا في السن عندي 6 سنين ديك الساعة بديت صافي كنخدم 6 سنين بديت كنخدم مع أوركسترات ديش كنخدم مع أوركسترات يعني والشعبي كاين في الروح ديالي. ماشي خليت القراية مرة واحدة قريت شوية الحمد لله مي باش تعمق في الميدان الفني كيخصك وقت كتسهر بزاف كيمكنش توفق بيناتهم بجوج. هي الوداع كان أهم حاجة عندي هي تاخذ الباك ما شي حاجة أخرى ما من بعد مني في الأول كانوا معارضين ولكن ملي كتبدا كتربح شوية من الفن وهذاك يشوفوك أنك غادي مزيان صافي ما كيبقاش عندهم مشكل. بزاف وحاليا الحمد لله كنعرف فنانين اللي كبار يعني هرام عندنا في المجال الشعبي منهم عبد الله الداودي حجيب صناجي حميد المردي يعني الدراري كاملين اصدقاء ديالي واللي عندي راه عندي اللي ما عنديش راه كنستافد من وحدي. ما يمكنش ضروري خصو ما يمكنش ولو كاع يوصل لما عرفت شنو فين غيبقى كيمشي مره كيدير سهرات في الليله الليليه حيت المهرجانات في المغرب ما كاينينش بزاف وما وقليل وحتى الفنانين اللي كيخدموا في المهرجانات بشكل كبير معروفين ومحدودين على راسهم. شحال من واحد تيقول لي هذه الكلمه انا يحصل لي الشرف نكون كالفنان عبد الله الداودي انا فنان كبير ولكن انا كنغني بسميت وليد الرحماني وباحساس ديال وليد الرحماني انا ما كنقلد حتى شي واحد الا كان الناس كيسمعوني هكا غير عبد الله الداودي كيغني جيست وليد الرحماني كيغني جيست دونك انا هنا فين كاين التشابه. ربما حيت انا خديت اتجاه اخر وبغيت نخدم بسميت وليد الرحماني اللي كفنان شعبي ماشي اللي كيدير اشياء ماشي ما بقاوش مطلوبين ولكن كيطلبوا في واحد الحفلات اليوم سبيسيال يعني ماشي في كل شيء حيت شيخة ما يمكنش تدخل لاي كما كنقولوا دابا ما يمكنش تدخل لاي بار. رقم واحد الشعبي اشوف غنختار واحد اللي كبير وكل شيء كيحترمو الاقدميه ديالو هما كاملين اهرام الحمد لله ديال الفن الشعبي وكنستافدوا منهم بزاف والسي حجيب هو راه استاذ من الاساتذه ديالي وعندي به صله زوينه لانه ولد المنطقه عندي ولكن كيبقى عبد العزيز الستاتي هو اللي كنقولوا مازال كبير وقديم ما قدرش شي واحد ينزل من الشان ديالو. اكبر غرامه داكشي كيبقى الجود ديال الكليان اللي كتمشي عندهم ملي كتطرب الناس بطبيعة الحال كتصور الغرام اكبر خلاص تخلصت هو 4 مليون والغرامه كانت 3 الحمد لله كانوا الناس سخيين معنا ما يخلف عليهم كان هادشي في مراكش الحمد لله. لسي دموعي وخليني نبكي ولا تقولي لي علاش اللي شفتو في عينينا الناس ما قالوش ليا تقولي نبغيكم هذه الكلمه ما حاساش كنت حسي بها في راسي تبكي نتيا وكنت حسي بها فبلاصي تمكنتي.